عالم فيلم كيكوشين فايتاكي هي أول بطولة عالمية مصنفة وتعتبر أشرفت عليها منظمتها الجامعة الدولية لكيكوشين اللي هي جامعة مختصة بالكيكوشين تاي وفرع من فروع الكاراتيه في الدول الكل معروف باسم الكاراتيه أما أهل الاختصاص يسمون الكيكوشين كاي اللي هو معناها الكاراتيه فيها أربع خمسة فروع هذا الفرع اللي أقرب لل معناها ما نحبش نسمي الكلمة اللي أقرب للشارع أقرب للحقيقة معناها فرع كيكوشين كاي وهذه أول بطولة عالم مصنفة معناها في الشيء نتاعها كانت عزيمة كبيرة على المشاركة رغم الظروف ما كانتش سهلة معناها ظروف من ناحية الجامعة من ناحية تمويل المشاركة تعرف حتى السفر لليابان يعني حتى من تذكرة السفر بركة معناها كانت تقريبا 900 وتلاقي معناها قبل شيء نظرا لأهمية الحدث والمحادثة راهو معناها بالأخص يتنظم لأول مرة أول بطولة عالمية معناها قلت يلزمنا يلزمنا نبعث على الأقل على الأقل لاعب وإلا حكم يمشي يهز لم تونس يحط في وسط الأعلام اللي كانت موجودة وهني تونس شاركت في أول بطولة عالمية معايا لو خيال مدرب منتخب الوطن يسحب يفرج الله اللي هو المدرب بتاعنا كل في الأمور الفنية وكل شيء وخيال وخيال ذلك أخويا احنا كنا في مش ميزانية خويا مصابين احنا ندفع فلوس للمشي شاركنا في شهر ديسمبر 2013 في بطولة أوروبا المفتوحة احنا استدعاونا تونس خاطر يعرف المستوى بتاعنا وكل شيء استدعاونا على أساس معناها تونس تعرف المستوى خلينا نجربوه جربونا ومشينا هزينا ستة لاعبين وثلاثة منهم توج ثلاثة منهم طلعوا على البوديوم كل واحد خدمة ثالثة جاب كيس وكل شيء مشري معناها نورنا وجه تونس في البداية يعاودوا استدعاونا في الدورة اللي بعد دورة 28 يعني بطولة أوروبا مش جديدة شاركوا فيها 24 25 دولة معناها يعني الدول الأوروبية كل موجودة بالإضافة اليابان جي كازاخستان استدعاوا زادة استدعاوا روسيا بطبيعتها تابعتها مغادي واستدعاوا تونس كبلد عربي أفريقي معناها يعرفوا مستواه استدعاونا زادة مشينا لليونان في شهر مايو اللي فات وأثبتنا زادة معناها مكانتنا وأثبتنا معناها قدراتنا الفنية والبدنية وكل شيء دونك هنا مشاركتنا هذه كانت كتحدي باش على الأقل نوريو احنا راهو مش بالصدفة شاركنا في بطولة أوروبا وهزينا معناها المرتبة الثالثة في برشا أوزان معناها ما توجناش المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية، أما نعتبر راضين على المستوى اللي عندنا بحكم الإمكانيات وبحكم قلة الدورات وقلة اللي كانت معناها في العام باش تشارك مرة في دورة باش تحضر بها دورة أخرى ما أهم ما تكفيش معناها لازم حتى البطولة بتاعنا إذا كانت في نسق قديم وإحنا جددنا شوية في نسق كنا نعمل في بطولة كاس قبل معناها اللاعب منتخب وطني يعمل جزء تظاهرات في العام مهما كان مستواه ما يكون يعني بيشتغل نهارين في العام بيشتغل في ظروف المنافسات واللي ظروف صعيبه برشا ونرجع لك هنا للبطوله الاخرانيه احنا معناها وصلنا ليله المقابلات مع اثنين تاع الليل وقتها فهمت ولعب اثنين تاع الصبح تبقى 12 ساعه ممكن بس مده الكيكوشين كاي معناها مده الكاراتيه وتستنى في دوره تلعب مقابله هذه وتستنى ساعتين ثلاثه باش تلعب مقابله اخرى شنو ظروف معناها هذيك اللي كان ما تكونش مستانس بها انت في بطوله وطنيه ما تنجمش البطوله الوطنيه ساعه ونص ولا اربعه ولا خمسه تاع العشيه الناس الكل ما عادش تحب ما عادش نجم حكام ما عادش ينجموا والمدربين والمعطيين ما عادش ينجموا اللاعب بيدو سايبوني خلينا نلعب نمشي نروح اش بيك مش هذيك التو ولا شنو من في بطوله عالميه انا واحد من الناس اللي لعبت الدوري النهائي مع 8 ضد 4 تاع الليل معناها اللي انا في 8 تاع الصباح كنت بيع فخت من 6 تاع الصباح واحنا جايين في رحله تاع 26 ساعه تعرف رحله تاع الدوحه والدوحه تعمل اسكان غادي بعد تعمل رحله اخرى ب 10 سوايع في الطياره معناها رحله مضنيه ورغم كيكا معناها الحمد لله ربي معناها فتنا ربي كنا مرتبة ثانية معنا في الدورة النهائية معنا خسرت قدام المنافس من روسيا فما حميد فرجالة اللي هو المدرب بتاعي كل معنا مرتبة ثالثة وسي علي فرحان مرتبة ثالثة وعنا زاد لاعب آخر وجد مرتبة خامسة ما توفقش بشكل على البوديوم معنا يعتبر معنا راضي على مستوى كأول مشاركة دولية معنا هو مرة يخرج برا كل شيء معنا الإنسان ما قصرش يعني الهدف بتاعنا ما كانش مش نجيبوا تيتر مونديال حقيقة باش ما نبدوش معناها خاطر تو جبنا تيتر الحمد لله معناها جبنا نتكلم على ثلاثة لاعبين أربع لاعبين ثم ثلاثة توجيه معناها نسموا راضين معناها أكثر من راضين على النتيجة بتاعنا بقى كي جينا احنا واحنا ماشيين في الثمانية ماشيين هدفنا الأولاني كان هذاك كان باش نهزوا على تونس نحطوا تونس الحي اللي هي شاركت في بطولة العالم هذايا وعندهم لاعبين زاد معناها مش نحكيو غادي اللي احنا ضحينا وجينا على فلوسنا على معناها المصاريف الخاصة تحملنا تكاليف الرحلة وكل شيء، أما على الأقل على عين المكان غادي تونس موجودة بعث من لاعبين باش تشارك بطولة العالم مش داخل على حظوظها وداخل على سمعة الكيكوشين كاي التونسي وكل شيء، والحمد لله ربي زين 2014 مخصص للانتخابات الوطنية اللي هي مبلغ معناها يعني ينجم يكون مبلغ مضحك معناها كان يعطيك الرقم اللي هو 47,000 دينار
أنا 47 مدينة، عنا أربع منتخبات، منتخب الأصغر والأوسط والأكبر ومنتخب الإناث اللي هم فيهم على الأقل يعني 60 عنصر. تعرف أنت في الأكبر فماش واحد لزوز، فما خمسة أوزان في كل وزن، لازمك على الأقل لاعب ولا اثنين ديما حاضرين باش تشوف الوزن اللي حاضر أكثر والوزن اللي بتشارك في أي دورة. ثم الأوزان المطلوبة لازم تكون دي عندك لاعبين حاضرين، معناها إذا كان 60 لاعب باش يعملوا معناها 47 مليون في العام، يعني اللاعب منتخب وطني مصروفه كله الخروج كله أقل من 1000 دينار في العام، يعني معناها مبلغ يعني واحد وحده معناها يفضح روحه معناها. الحلول والله ما نعرفش، الوزارة ديما تحكي عن مشاكل التمويل، وهي الوزارة تقول لك أنا ما عندي حتى ذنب، أنا عندي 39 جامعة و39 منتخب وطني، معناها كان حيور كرة وحدة 38، عندي منتخبات أخرى وعندي كل شيء، نقسم عليكم نقسم على المنتخبات الكل وهذاك اللي نجم نعمل، تحكم فيها ميزانية الدولة، تحكم فيها معناها جزء ميزانية مرصود لأنشطة الشباب والرياضة والتربية البدنية والأشياء، معناها مانيش باش نقدم في أعضاء الوزارة، أما أنا كمعناها مختص في الأمور المالية وحاسبة وكل شيء، معناها معذور يعني الوزير مش يجيب مش عارفين نجيبه معناها هذاك عارف، باقي هذه لازم معناها الأمور تتجاوز شوي حتى الوزارة، معناها لازم تشريعات جديدة، لازم نخمو في بالحق في حاجة في النظر المستقبلية، معناها كيفاش نبقاو ديما هكا، ماناش باش نتمو باش نبقاو هكا. نعطيك مثال بسيط، أنا تو بلاد كيما جامعيك وكان ماهوش الأتليتيزم و 100 متر و 200 متر شكون يسمع بها؟ جامعيك يعني هي دشرة صغيرة من 100 بالدوين فهمتني، شكون يسمع بها؟ حتى واحد، يعني الرياضات الفردية عندها دور. أنا كي أنا فريق نتاع كورة مع احترام للأصحاب نتاع الكورة معناها فهمت ولادي بصح يجتهدوا ويخطئوا ويسيبوا كل شيء معناها. اما كي تبعت انت كي بتاع كره تصرف 300 مليون معناها في خرجه في مقابل البركه 300 مليون، احنا معناها كلموا ميزانيه بتاع ثلاث اربع جامعات باش تكون دفاعيه فهمتني، باش ياخذوا معناها سفره بتاع منتخب وطن، يعني معناها مبالغ بالحق يعني لا سبيل للمقارنه. انت بقى يلزم الناس تخمم، عندنا المنصب الوطني للرياضه وفي الابحاث، عندنا برشا ناس تعمل في الابحاث في الرياضه، تعمل في الامور التصرف وحسن التصرف والتقطير وشايف امور هلا نشوفون نجم نشوفوا حل، نجم نشوفوا معاني الاختصاص ما في شيء، نشوفوا حكايه مشكله التمويل هذا، نشوفوا الاشهار والاستشهار، نشوفوا الشركات، نشوفوا امور الدعم، معناها يلزم الملف يتحط على الطاوله تخمم فيه الناس، معناها ما نبقاوش هكا برا هنا نشوفوا حصير وهنا نشكيو في امورنا ومش مشكله وهذاك اللي عندنا فيس كومبو افيك سكونا وكل حكايه هذوك معناها الى متى؟ معناها زاد ملف كبير ما نعرفش الوقت باش معناها سي بوسيبل باش نعملوا اشاره ولا لا، اللي هو معناها الملف القديم نتاع الفساد اللي كان في الجامعه اللي كان فيه معناها الرئيس السابق نتاع الجامعه عنده ملف فساد في القطب القضائي معناها فيه رقم تاع 700,000 دينار معناها تجاوزات وكل شيء، يعني اذا كان الوزاره تسعى فيه واذا كان الجامعه عندها جزء في هذا الملف اللي متعهد به القضاء ما جبناش حاجه من عندنا مش ارقام ولا مانيش معناها مشوه في صوره شخص ولا حاجه، من هذايا ملف بتاع بالقضاء فيه اكثر من 700,000 دينار، اذا كان معناها الوزاره معناها تتابع بصفه جديه الملف هذايا نجم الجامعه تسترجع جزء منه على الاقل يرجع للجامعه، ونجم معناها بين قوسين يفرغ الجامعه ثلاث اربع سنين معناها مبلغ مش صغير. الوزاره شنو غايتها؟ وزير الرياضه شنو غايتها؟ كيفاش علم تونس مرفوع في التظاهرات الدوليه؟ أكبر مكسب معناها نحبوا نحن باش تجي الناس تسكن احنا في اليابان يسكنوا فينا تونس تونيزيا تونيزيا ريفوليوشن شنو ثورة معناها اكتشفوا تونس انتم شنو تونس حتى لهنا كيفاش عملتوا كيفاش جيتوا معناها كاين ناس في كوكب آخر معناها بالنسبة ليهم يعني ماناش هواك بقى أنا نعتبروا أن معناها المهمة أن لازمها كبير يلزم وعرفنا الناس غادي بتونس اللي تونس راهي موجودة صحيح بلاد صغيرة وبعيدة برشا وكل شيء لكن موجودة بالساعة والعالم تاعنا نجم الرجال موجودين في بيت ولا وعندنا رجالنا وعندنا عبيدنا ونمشيو غادي من فوق وبايدا معناها بين قوسين نمشيو في طلاق كيما كيف فوق وبايدا ما نروحوش بلاش معناها مش جينا هنا ضيف باش سوليزون نكبروا الكوتس معناها هكا وبعد نروح لا لا مشينا فكينا بايدا وجبنا معناها أربعة من الناس كل ثلاثة من الناس راحوا كل واحد كيس فما دول كيما تو بولونيا عندها البعثة نتاعها فيها 50 عنصر من 43% في 7 مقاطعين معناها نجم نكون نستحسن احنا البرسنتاج معناها كان احنا اربع ناس ثلاثه جابوا تتويج بيقولوا لي اذا كان تهز 10 ولا 15 كيس ما تسماش خير منها معناها. عملنا مقترح مثلا انشاء صندوق مثلا للنهوض برياضه
فردي اللي الوزاره تبيع صندوق باش ترجع له وزاره هذا باش تحط فيه فلوس. لا فلوس شنو؟ مانيش انا باش نحط فيه فلوس ومش الوزاره باش تحط فيه فلوس. اذا كان في كل عقد تاع ملاك، عقد نتاع مدرب، عقد نتاع امتداد، عقد نتاع الالحاق ولا شنو اللي يسلفوا النابله معاها والمدربين وكل شيء، العقود هذه الكل بما قيمته معناها مليارات في العام، اذا كان نحيو 1% على كل حاجه معناها، معناها الصندوق هذا وانا نشوف النقطه في اوكي نخصوا كان المنتخبات الوطنيه نخصوا للرياضات اللي تنجم تمشي بمحفل دولي معناها بطوله كبيره والا بطوله العالم ولا خص تحط علامة تونس فز علامة تونس وتجيب تيتر نجم نخصوا لان الحموله هذه كهو ما نخصوش الجمهور الرياضات بصفه عامه خاطر عنا التنميه تعاني من مشاكل والتخطيط تعاني من مشاكل اعطيني المنتخبات الوطنيه باش انا كل بطولة عالم مهما كان نوعها في التايكوندو في الكاراتيه في الكيكوشي كاع في البوكس في اي حاجه تبدا علامة تونس موجود ونهزها معها تيتر اختصاص الكيكوشي كاع توقع نستنوا في الرزنامه الدوليه تاع 2015 اللي نسبة 30 جايزة طبعا معناها وعلى ضوها ان شاء الله نحدوا معناها المشاركات اما عندنا المشاركة في بطولة اوروبا مفتوحة ولينا معناها يعني عضو مشارك بصفة دائمة فيها وشاركنا معناها 2013 و2014 وكان ولينا معروفين معنا سمعتنا مع التتويج العالمي هذا ولينا عن السمعة مخي ان شاء الله نستنى هذا ويبقى ديما معناها ما بين بطولة اوروبا مفتوحة وعندنا دورة دولية ممكن نضمها في تونس نستدعوا فيها البعض ولا كل شيء تنهض الرياضة وتعرف الناس في تونس اكثر يجيو يشوفوا احنا رانا في تونس رانا ماناش نسكن في المريخ ولا حاجه رانا رانا وانسه في الحمد لله وعندنا كلمتنا نعرف ننظم نعرف نعمل برشا حاجات وبطوله العالم اللي كان باش تعمل العام الجاي ولا العام اللي بعده هذاك يعني ما عادش هذيك ان شاء الله تونس ضمن الناس اللي يشاركوا فيها وتولي تشارك بصفه دائمه ان شاء الله غادي ان شاء الله اللي اهم وانا ديما علم تونس معناها يمشي للمحافل هذيا ويتحط ويطلع البوديوم مش يمشي للكاميرا مش يعطيك الصحه يعطيك الصحه وبارك الله فيك.